بعد كل هالأسئلة وبعد 40 سنة على استشهاد بشير الجميل، شو الشيء أو الموقف أو السر يلي بعد ولا مرة قلتيه ورح تكشفي عنه الليلة؟ إذا عندي سر مأكد ما رح أكشفه الليلة، السر ما بينكشف، بس بقدر خبر شيء ما بفتكر الناس تعريف، اللي هو منه سر. بشير قبل ما ينام كل ليلة كان يركع ويصلي، بشير كان كتير مؤمن، وبشير كان يحب كتير مارك شربيل. نحن خلصوا أسئلتنا بس ما خلصت حلقتنا. أنا بدي أتشكرك السيدة سولانج جميل على وجودك معنا الليلة وعلى كل الحكي اللي حكيتيه. بنعتذر إذا فتحنا لك جروحات وذكريات أليمة. يمنى بشير جميل شكرا لك. رح ننتقل نحن وياكم وينضم لنا النائب نديم الجميل لنوزع جوائز بشير الجميل لسنة 2022. ما بقى لنا حق نبقي عيالنا، نبقي ولادنا، نبقي مجتمعنا، نبقي قرانا وضيعنا، نبقي ممتلكاتنا، نبقي أمننا وحريتنا، نبقي سيادتنا واستقلالنا معرضين كل ما أنبز عبد الناصر جديد، أو كل ما أجلكم فرخ خميني جديد، أو إجت شي قضية فلسطينية جديدة، أمهاتنا، ولادنا، بياتنا، مجتمعنا، أرزاقنا، سيادتنا واستقلالنا بدهم يكونوا معرضين.